السلام عليكم. تاكلوا ايه يا ولاد؟ لحد دلوقتي ما عملناش كده، مش عايزين بقى لحمه ولا فراخ. عملنا كشري. كشرك؟ تاكل ايه يا سليم؟ تاكل كشري. يا غلطي. تاكل ايه؟ انا عايز محشي. محشي بكره محشي. كشري يا ولاد؟ كشري؟ كشري يلحق يتعمل؟ كشري مصري؟ كله مسلوق. تعال نشوف انا عندي ايه ونبعت نجيب ايه يا ولاد. هتعمل كشري ايه؟ مصري. مصري في اصفر؟ لا الاصفر ده اسمه علاوي. ولا دمياطي ده وده الصوامون السواحل بياكلوه كلهم بياكلوه كمان جنب السمك المشوي جنب السمك المشوي بيحبوا الرز المعمر جنب السمك المشوي في جبنه قديمه بس الناس ده مني الناس ده حلو قوي ما اخر رغيف خلاص مش حاجه اغمس بيها في الشقه دي اخر رغيف الشقه دي كانت مليانه من خيرات الله بطلت اجيب ليه يا اولاد مش عشان حاجه قول بقى ليه ما تتاكلش وانا ما باكلهاش بقيت اجيب بدفع ألوفات الحاجة بقت غالية نار والحاجة اللي العيال بيهدلوها قلت حرام بناقص منها بجيب بس بخبيه في صندوق التلاجة عشان بس فترة الحمد لله ما اخشش اخد مش انت انت قول العيال اسمك عيال بس حط تحتها ايه الكلمة دي ما بقتش اجيب عشان كذا كذا ايوه العيال بيهدلوا خصوصا صدفة صدفة دي كانت بتاخد الجبنة الشطيرة اللي مدورة دي بتاكلها بندقها كده لبان بس حاول تملي التلاجة برضه بس خير الشقة كده الدنيا شوكتني ونعمل كشري يا ولاد احسن عندي كيس حمص فضيله في المطبخ ابعت اجيبه ابعت اجيبها مكرونه مخصوصه ومكرونه سباكيتي ورز عشان ما عنديش عندي شعريه ورز عندي شعريه ما عنديش رز هات كيس الشعريه دي يا لوفا استنى اجيبك ايه كمان نبعت نجيب بيت الحاجه بقى ونعمل الايه الكشري ولعت على الحمص اول حاجه قطع البصل وبعتنا نجيب بقى رز وحاجات بحب اقطع البصل بتاع الكشري في البتاعه دي تخليه رفيع وحلو انا عايزه اول حاجه اعملها البصل علشان خاطر الزيت بقى بتاعه اشتغل بيه في كل حاجه يخلي الحاجه كده الحته حلوه كده والرز والصلصه وكل حاجه استنى على النبي خد يا ام علي خد شنطه الطماطم دي معاكي خلي امي تحصلها لنا عندها وخد لنا كام راس توم كده قشرهم وانت قاعده هجيب لك الروح انا هبعته لك بص بقى بتخلي البصل رفنع ولما احمره ولا بحط دقيق ولا بحط نشا ولا بحط ملح ولا بحط اي حاجه خالص بيطلع خطير بتاع انا كنت جايباها من كام سنه من حوالي 5 سنين من محل التوحيد بتاع ياسر التوحيد اللي في العتبه بس هو دلوقتي عنده فرع في فيصل وعنده فرع في السيده زينب لو كتبتوا على الفيسبوك ياسر التوحيد هيطلع لكم لو عنده كل الخامات وكل الحاجات والسكاكين وعنده خامات حلواني كريم شانتيه وعنده كل حاجه وعنده كل حاجه تتخيلها تخص البيت عنده مصافي وعنده كوبش وعنده عجانات وخلاطات ومكنه الادوسيه وعنده كل حاجه ده غير بقى الخامات بتاعت الحلويات كل حاجه بسم الله ما شاء الله عنده وعنده الباكنج اللي هو الباكنج اللي هو البلاستيك كل حاجه عنده ما شاء الله اخلص بقى البصل والعدس مولع الحمص مولع عليه اهو الحمص خاطر يستوي في وقت قياسي بعمل ايه اطلبوا لي كده بعمل ايه بقى بديله غلوتين واروح موطيه مديله معلقه سكر وموطيه عليه اسيبه لحد ما اخلص باجي على اخر حاجه خلصتها يبقى زي الملبن خلص ونكمل على كده بسم الله الرحمن الرحيم حطيت زيت ده وحطيت بصل ولسه البصل هحط دور كمان هنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمص تمام قلنا اول حاجه نعملها البصل عشان خاطر ناخد الزيت بتاعه ايه الكل ناخد بالنا ما نطلعوش غامق نطلعه بدون فاتح عشان لما بيبرد بيغمق سيكه ناخد بالنا ولا نشا ولا دقيق ولا ملح ولا اي حاجه بسرعه النبي يطلع معانا مقرمش زي الفل بصوا الناحيه التانية اهو طفيت على الحمص بقى وسايباه براحته طفيت عليه خالص ماشي نطلع بقى الدورك ونشتغل بعد كده بسم الله بصوا 3 ساعات بالظبط بصوا زي الفل كده تمام شوية كمون معلقة ثوم بنحبه زي حمص الشام كده ما بحبش احط فيه طماطم غير لازم اصفيها ومعلقتين صلصة كفاية بس يدوب لون كده بس كفاية كده ما بحبش الطماطم يبقى فيها قشر وكده يقعدوا يتفتتوا وما بياكلوا هي مش ناقصة فرهضة نحط بقى ملح ونكله على جنب الاخر خالص تديله غلوتين كمان وخلاص كده ايه
حمص خالص. نخش على العدس يا ولاد يلا. بسم الله كده عملنا العدس اهو، الحمص اقصد، والبصل بالصلاه على النبي اهو كمان. بصوا نركنه كده، نعمل ده بقى يلا. على ده هنعمل العدس بسم الله. ميه، انا بحب اعمل العدس لوحده والرز لوحده، وملح اهو، شويه كمون، واحط العدس بعد ما يتسلق بشوحه في نفس الحله. بس كده سيبه بقى، ويلا نعمل الصلصه دلوقتي على طول. اللي ينفع اعمله وتركي بعمله على طول دلوقتي. نعمل الصلصه. زيت، كنت احط زيت من الزيتون، اجيب الزيت بتاع البصل. بسم الله. الصلصه يا جماعه ما تحطش فيها خل، كده هتقلب على فته. صلصه الكشري بتكون توم، مش توم وخل. توم وخل كده احنا عملنا صلصه فته، لا الصلصه بتبقى توم وطماطم. تمام كده، توم وطماطم يا جماعه. توم، بسم الله. كفايه كده عشان الحبه دولك للدقه. نسيبهم بقى كده ايه براحتهم مع نفسهم عشان نعمل صلصه كتير. كده التوم حلو، ما بغمقهوش عن كده. جبت برطمان صلصه كمان كبير من تحت، احط البرطمانين وباقي طماطم. انزل يا عم. بس كده بسم الله. هضرب كمان شفشقين واحطه تغلي بس وتتسبك، وبعد كده اروح احط عليها الايه البهارات بتاعتها. لا طبعا هتقع ولا على السفره، حطها في الارض يا مريم. احط بقى كوز ميه والطماطم الباقيه واحطها على جنب تتسبك، ويلا بقى نعمل الدقه والشطه، وبعد كده نعمل الرز والمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا جدعان كده، وسمعونا صلاه النبي كده في التعليقات. زيت وتوم، ما بتحمرش التوم قوي، حبه خل كده، ما تكترش خل. حبة كمون، ميه وملح، وبعصر ليمونتين عليها كده. الدقه تاخد غلوه، سيبها تبرد عشان نحطها في البيتزا بتاعتها. نعصر لها ليمونتين، واديها حبه ميه كمان وتغلي، وكده معانا الدقه ايه بالصلاه على النبي خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مش تبعكم، صلى على النبي. العدس شايل الميه، عايزاه يشربها اكتر، مش عايزه فيها ميه خالص. وادي هنا الميه غليت، صلى على النبي. بس كده المكرونه بتتسلق اهي. العدس عندي شرب كل الميه اللي فيه. بس كده العدس كمان خلص اهو، صل على النبي. عايزه بقى ابنه جربان زي اللي بيتباع في المحلات، اقعدوا قلبوا فيه شويه كتار، هيبقى تلاقي ابنه جربان كده. مش تبعنا البصل كده خلص، عشان عندهم بقى جو كده ايه بتوع الكشري. نجيب قمع، نجيب الكبشة، القمع، مش لاقية القمع يا رجال. نجرب كده، أنا كده هتشل، نقصها بس. ده بحاجة ببوز كوز مثلا، ولا حاجة ليها بوز كده. القمع، بسم الله الرحمن الرحيم.
على النبي. ادي كده الدقه خلاص. نعمل بقى حبه سلطه خضراء. هاي الطماطم مجهزاها كده. هعمل ايه بقى؟ هحط على السفره الدقه وهعمل الشطه احطها جنبها وافضي التقليه دي هخبيها طبعا لما اخذها. تمام كده. اعمل بقى سلطه الخضراء. واخر حاجه نعملها دلوقتي هي نعمل الرز ونعمل الشطه. يبقى كده خلصنا. ونسخن الحمص بقى ونغرف على طول وناكل. الصلاه على النبي. العدس خلاص نشيله. المكرونه سلقتها وصفيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حبه زيت وهكمل بقى من الازازه. خلاص كده. كده زيت البصل خلص. ونقلب بقى المكرونه. اشطفها نص شطفه بس عشان تفضل سخنه. وادي كده المكرونه ايه خلصت. يلا يا ولاد بقى نتبل الصلصه عشان ما تحملناش نقصش عليها حاجه خالص لو تفتكر. ونعمل الرز بس كده. يلا صلوا على النبي. ادي المكرونه اللي اتبلت الشعريه اهي. امال كده مش غامقه قوي ولا فاتحه قوي. دايما يا جماعه خير الامور الوسط. حمرها خالصه كمان. كده نحط الرز. انا مجهزه طبعا ميه سخنه عشان خاطر هما مستعجلين وعايزين ياكلوا امي والجماعه. انا كنت عملت كده مش فاضي امتى. ده ملح الملايا بس خشن. قلت احطه هنا بالمره عشان السخونيه تدوب. بسم الله ما شاء الله. حطيت 2 كيلو رز. هزود الميه الباقيه عشان لو حبه ميه كمان سخنه هزودها عشان الرز ده ياخد ميه كتير. بتاعها سخنة. حطيتها في الكريستاليس العجانة دي سخنة بس كده. سيب بقى الرز يستوي براحته. ويلا يا جدعان ايه كمل بقية السلطة واعمل الشطة. خلاص انا كده بسم الله. متابعين يرضيكوا كده. الساعة 1 بالليل ولسه ما اكلناش. الساعة 1 بالليل يرضي مين ده يا عالم؟ بكلمك بكلم الناس. انا بروق. عايزين ناكل. سيبك من الترويق. انا بروق الحته دي. طيب ما انت هتغرفي الناحيه دي. بص الدنيا مرتبه ازاي. يلا يا خالتي. والله ده ايه ده؟ ده حمص السام. طب ايه يعني انت يا ابني؟ دقيقه واحده. بتعملي ايه طيب؟ يلا ولعها في الارض. لا لا الارض اصلا المجاري طفحه عندي وعندي مشكله في المطبخ اصلا. طبعا ممكن طفحين بس كفايه. لا لسه ده مستفز يفوت. طب ايه هيفضل كده؟ دي واحده. ايه بنسويها؟ انت تحطي ايه ده؟ صلصه على مغرف. صلصه دي كل ده صلصه مستغرب. امال دي ايه؟ دي صلصه بتاعت محشي مالكش علاقه بيها. لسه هتسخن؟ بص انا مخلص من بدري. خلاص من بدري. ومهم الشيفانه بطننا اتاكلنا الساعه 2 بالليل وجبنا حموضه. تعالى بس التسبيكه اللي حطيت فيها ملح ادي شويه كزبره شويه كمون فلفل اسود بس كده. انا مش هدوب التوابل بس حطيت ملح حصل. يلا نغلف يا باشا. يلا يا باشا نغلف. على ما تغتلي. انت ايه الزلط اللي حطيتيه ده؟ ملح. ملح ايه؟ ملح هيمالايا. يعني احنا ناكل كده زلط؟ ايه ده؟ ده بيدوب ولا بيبلعوا كده؟ هيدوب في الميه دلوقتي.
عشان ناكل. يلا سيبك من السلطه دلوقتي، احنا هندوبها. السلطه والدقه ما شاء الله. انت عامله لينا كلنا ولا ايه؟ ايوه عشان يكفي الجيش ده كله. اوعى ما شاء الله. عمك هتعمك تعرف لحد ما اجيب المعلقه. عرفها كلها ولا ربعها؟ حطي شويه عشان لسه المكرونه وكده والعدس. طب انت ليه ما بتحطيش العدس مع الرز والشعريه؟ لا بيسود الرز. الرز بيسود. بره عمرك شفت محل حاطط عيش على مؤخره؟ بس خلاص. صلي على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. لما تعمل دايت ده اللي انت بتلاقيه. انت بتعمل دايت ولا ايه يا محمد؟ ما تحطش كل سباكيت، هات مكرونه صغننه. انا هنقيهم. هو بيغرف خلاص. بس شكلها فعلا الطويله اكبر اكتر. المهم على بعض يا البتاعه دي بتاعتي. ما شاء الله حلو. ايه من ايام المائده؟ كفايه؟ افردي افردي هنا جنب الكركع. حط شويه. حبه كده بس عشان خاطر عبد الله وكريم. بس كده بس. العدس بقى؟ والعدس الليله. العدس ده اكيد هنا اهي. الليله. نعيده. اقرب يا استاذ. انا بحب العدس قوي. يا رب تبارك وتبارك وتزيده. تاني؟ ماشي. يا رب تبارك يا رب. تاني؟ يا استاذ حط يا استاذ. العدس ويتكد. محتاج حمص صلصه بقى وايه. انا ما عملتش تقليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ده كشري يعني تقليه. لا يا اسطى انت مخبيها التقليه عشان محدش ياكلها. بص محمد اقسم بالله مخبيها التقليه. بس خلاص. هات بقى كوبايتي خدي حمص. فين التقليه؟ دي أول حاجة عملتها يا محمد، أنت صدقت الكلام ده؟ هو شكله بص أنا عارف مكان الخشب. اقفل يا اسطى. اوعى. الله. لا كبشتي. مسكرها. ممكن طب أدوق؟ والنبرة بقى أهو عشان بس. بص يا جماعة متهيألي. لا مركب مركب ولا مركب. لا ده فوتك متوشرة أكيد كده عشان أحطهم الحمص. مركب. ودي. نحطها على الطرف كده عشان احط الايه الصلصه في النص. هاتي هم اربعه هاتي ما فيش غير. ايه؟ كمان؟ التقليه تحفه. لا صدفه حبه كمان وخلاص. احط صلصه في النص مش عايزه عشان بحب احط صلصه. ده ممكن حبه حبه؟ كتير قوي دول ليها. خد شويه. بس عاملين زي كاننا ما شفناش قبل كده. محرومين ولاد. بس انا بصراحه بحبها اكتر حاجه بحبها في الكشري. ايه رايكم يا ولاد؟ انا في الحمص يا اسطى الاول. حد عايز؟ انا حمص. انا بحب الميه بتاعته. ايوه زودي الميه. بس ادي اول واحد بس كفايه. اللي بعده نكست. اديله ميه بس. يلا. لسه في واحد كمان. احنا مش عايزين معالق ناكل بيها، احنا عايزين كوريك. هات لك روح كوريك. كوريك في اللحظه دي. بس الصلصه كمان صلصه مش حمراء ليه؟ ضربها جزر بتغش زي بتوع المطاعم. والله العظيم حتى بطرمانين صلصه وحتى 2 كيلو قطه. خلينا نشوف. طب حط صلصه على الحروف على التقليه. لا مالكم انا ما بحبش احط عشان بحب الحمص عشان ما تطرش البصل، بحط في طبق تاني واللي عاوز يا باشا. بس كفايه طيب كده؟ ويحط. هنيجي نقلبه كله مع بعض بالكوريك ونقلب. هملى بونه. الغير ده يخصنا نقعد تحت الوصله. لا لا نكسره. بس احنا بقى نقعد ناكل اهو يا جدعان. طبعا محمد مش صابر. دقه اهي. معنديش. اهو. دوري بس تسلم ايدك والله. اقعدوا بس. ياسمين بتكتب حساب بس جوه يا ضني.